بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سيد عبد العالي، مهندس برمجيات. نكمل الدروس، لكن هذا المرة مع الويب. درس الويب باستعمال مكتبة ديف إكسبرس. ذكرنا في الدرس الأول أو المقدمة حول ديف إكسبرس، وقلنا أنها تستعمل في VCL، تستعمل في WPF، وهي تستعمل أيضا في النت كور، في MVC، في الويب فورم، في أي شيء، في الموبايل أيضا. ديف إكسبرس مستعملة كثيرا في أوروبا. هناك مكتبتين، تيليريك وديف إكسبرس، أكثر شهرة في أوروبا، مستعملة كثيرا. لذلك سنعتمد عليها في هذه الدورة. ستكون دورة إن شاء الله، ونكتشف معا بعض المكونات الموجودة في ديف إكسبرس، لأنها غنية جدا. هناك مكونات أو الكومبوننت كثيرة جدا في ديف إكسبرس. قمنا بدروس سابقة حول الموضوع. مثل على الويب فورم بصفة عامة، درس الأول، الثاني، الثالث، عرض سجلات وعملية حذف وإضافة إلى آخره، وأيضا مقدمة في ديف إكسبرس، ونكمل هذه الدورة إن شاء الله. هذه مقدمة، والفكرة هي إعمال أننا سنستعمل كما نقول باز دوني، قاعدة بيانات فيها مجموعة من المعلومات الخاصة ب الفيديوهات العربية للدروس على اليوتيوب. هذه الفكرة جاءتني عندما أنشأت هذه الصفحة، موسوعة يوتيوب العربية للبرمجة. كنت عندما أجد درس بالعربية أضيفه إلى صفحة في كاتيجوري معينة أو تيب، مثلا هنا تايب سكريبت، أضع هنا كل ما يخص جافا سكريبت. أيضا عملت الكثير، يعني عندما يكون موبايل، يعني كل مرة أجد درس أضعه هنا في هذه الصفحة. متلاحظون دارت، وأضع فيها دروس دارت. الفكرة ستكون بنفس هنا أجيل، ميثود أجيل، والدروس العربية الخاصة بميثود أجيل، الجيت، والدروس العربية أيضا الخاصة بالجيت، أيضا الموبايل، فلاتر، إكزامرا أو زامرن، بيج داتا، دروس العربية الخاصة أو المحاضرات الخاصة بالبيج داتا. الفكرة هي أننا عمل نفس هذا الشيء، لكن في موقع أحسن من هذه الصفحة، لأنها يعني طريقة بحث صعبة يعني نوعا ما. سنعمل مشروع بسيط ويب، الهدف منه هو أننا كل ما نجد درس بالعربية على اليوتيوب نضيفه، نضيف الشخص من الذي قام بالدرس، الصورة الخاصة بالدرس أو بالشخص، الكاتيجوري أو اللغة المستعملة في هذا الدرس. إذن لو فتحنا اليوتيوب ولنفرض أننا فتحنا قناة الخاصة بي، هذه الأيام مركزون على الرئاسيات، لذلك هناك صور خاصة بالبوليتيك. إذن هذه القناة الخاصة بي، وهنا جميع الدروس أو الكاتيجوري، هنا ثم هناك الإكزماري فورمز وكل الدروس الخاصة بالإكزماري فورمز. إذن عندي هنا الأستاذ، كما نعتبره أستاذ، الأستاذ عنده اسم، صورة، ولقب، وهذا جدول الأستاذ، وربما أمور أخرى سنضيفها عندما نريد العمل بها. وكل أستاذ يقدم دروس، إذن كل أستاذ سيطرح دروس على القناة، وكل درس عبارة عن فيديو. الفيديو له كاتيجوري، يعني الموضوع، موضوع أو اللغة، مثل هنا سي شارب إكزامارا أو إكزامارين، رياكت ناتيف هي الموضوع. وعندما نضغط على الكاتيجوري تظهر لنا الفيديوهات، هناك عنوان للفيديو والصورة الخاصة بالفيديو والفيديو في حد ذاته. ربما نضيف له مدة الفيديو، ربما نضيف له خصائص أخرى، مثلا لايك، عدد لايك، ربما نضيف له أيضا إطوال نجوم. هل هنا لايك على اليوتيوب، لكن نستطيع إضافة له نجوم أيضا على الموقع، ربما يعني هناك لايك على ليس عندي معلومات، يعني مجرد هذا اليوم فقط يعني قررت في هذه الفكرة، لذلك سنقوم بهذا الشرح إن شاء الله. حينما نقوم بالعمل كل مرة نكتشف حاجة ونضيفها. إذن سننشئ قاعدة بيانات، وضعت سميتها يوتيوب، يعني بهذا الشكل. اكتب
ما هي إيكاكتي يعني يوتيوب، أنسيكلوبيديا الموسوعة، موسوعة يوتيوب العربية مثل الصفحة. والجدول سنقوم أولا بجدول الفيديو، هو الذي سنضيف له طابل. سأحضر ثم أعود إليكم. إذا أنشأت هذا الجدول الذي يعتبر teacher، فيه ID first name last name و channel name. والاي دي سيكون implementation auto counter، حفظ وانشأ جدول اخر اللي هو فيديو. وهذا الفيديو وضعت فيه ID للفيديو، name للفيديو، و like count that video، و ال ID الخاص بالتيتشر. يعني كل فيديو يرتبط، هناك ID ربما موضوع، و نعم نضيف ID للموضوع، لكن سنضيف الحقول عندما نريد حقل معين مثل اللينك او لسه ادري ماذا سنضيف. ايضا مجرد يعني بدايه فقط سنضيف هذه الجداول فقط. ايضا هذا سيكون implementation auto اسرع و نضيف ID course و نغير. كما قلت أن هناك رسالة خطأ تظهر عندما نريد التغيير، إذا لابد الذهاب إلى هنا كما تلاحظون هذه، و ننزع هذا الكازاكوشي هنا، وإلا SQL Manager لا يقبل التسجيل. أوكي، الآن بما أننا وضفنا الكورس لابد من إنشاء هذا الجدول. هذا جدول الدورات أو الدروس. كما قلت يعني عملية هذا التحليل أقوم بها مباشرة، يعني هذا كأنه درس مباشر. إذا عندي ثلاث جداول، جدول الدروس وجدول الأساتذة وجدول الفيديو. كل فيديو يقوم به أستاذ ويخص درس، لأن كل فيديو يخص. نضيف أيضا language أو اللغة المستعملة في الدرس، نضيفها لاحقا. نعمل ديجرام هكذا نتأكد من الريفرنس. إذن ID teacher teacher و إذن في الفيديو، الفيديو له كورس يعني ينتمي إلى درس ويقدمه أستاذ. يعني سهل الديجرام هذا، وإن شاء الله سنضيف له ديجرام. نضيف يعني كل مرة نضيف شيء. قام الآن بكرياسيون لكلي دي ريفيرونس. الآن انتهينا من قاعدة البيانات ونريد الدخول إلى البرمجة. نفتح فيزيوال ستوديو. قمنا بتثبيت ديف اكسبريس من الموقع الرسمي ديف اكسبريس. في الدرس الاول تجدون كيفية تثبيت ديف اكسبريس. نعمل فايل نيو بروجكت
أو شي نوفو بروجي و ويب. هنا في الويب تتحصلون على إما أبليكاسيون ويب أسبي كار أو أبليكاسيون ويب أسبي دوت نت نت فروم ورك. أوكي نختار نحن الأسبي نت فروم ورك. ونسميه ما هي اسم قاعدة البيانات يا اوكي. هنا يطلب مني اما مشروع فارغ او مشروع ويب فورم او مشروع ام في سي والى اخره، يعني كما تحبون. اما ان تنطلق من مشروع ويب فورم وبه سيضيف لك الكثير من الامور، ام في سي ايضا، لكن هنا نقوم بفارغ ونملأه واحده واحده. ويب فورم يعني فارغ من نوع ويب فورم وليس ويب ابي وليس ام في سي. هنا تستطيع عمل فارق وتقول له تحدد له انه ويب فورم. ماذا سينشئ لنا؟ اذا ماذا تحصلنا على مشروع دوت نت اسبي دوت نت ويب فورم به مجلدات لسنا بحاجه اليها في هذا الحين، اللي هي ابي بي داتا. هنا لا نقوم بوضع قاعدة بيانات، هنا لا نريد أي، عندما يكون لدينا أكسس أو شيء MySQL أو أمور أخرى ليست في السيرفر نضعها هنا، لكن أو ملفات داتا معينة مثل إكسل أيضا نستطيع عمله هنا، لكن لا داعي، لا نحتاج هذا الشيء. موديل أيضا لا نستعمل MVC، لا نستعمل موديل MVC، إذا لا نحتاجه في هذا الحين. ممكن نضيف عندما نحتاج دي موديل ربما نضيفه. أوكي ماذا تبقى؟ تبقى بروبرتي خاصه باعدادات هذا الويب سيرفي الويب سايت، يعني ما هي الاعدادات الموجوده في هذا الويب سايت. ثم ريفرنس، كل ما نضيف له من ريفرنس، اي ما هي الدي ال ال التي نضيفها، نعمل ريفرنس اجوتي ريفرنس هكذا. عندما يكون دي ال ال عندنا دي ال ال نضيفه، مثل هذا الانتيتي فريم ورك، الانتيتي ان الاس كيو ال لينك، ربما اكس ام ال، ان داتا سيستم كور، امور يعني خاصه ضروريه لتعرف على المكونات، مثل هذه اللينك هنا، يعني امور خاصه بالنظام، يعني هو اوتوماتيكمون يعمل لك يعني دي ال ال سيستم، امور خاصه بالموقع. كي يشتغل الموقع لابد من هذه الامور. ثم انت تضيف، ربما تستطيع حذف اشياء من هنا التي لا تحتاجها، لكن هنا ستضيف عندما يكون عندك دي ال ال اجوتي ريفرنس. وايضا يمكن ان تضيف سيرفيس، يعني سيرفيس ويب، سيرفيس ويب ابي او دبليو في سي اف عن طريق ريفرنس ويب. ثم عندك جلوبال ازاكس، هذا ملف ضروري ونحتاجه دائما، خاصه عندما نعمل لا جيستيون دي زيكسبسيون، يعني عندما تكون عندك اكسبشن وتريد عندما يحدث خطا في اي صفحه من المشروع او في التطبيق هذا الويب في اي منطقه من المناطق، عندما يصير ايرور او يحدث ايرور يرجع لك نتيجه او يرسل ميل، يعمل لوج، يعمل اي حاجه، نضيفها في جلوبال ازاكس. جيستيون ديسيسيون ايضا عندما تكون لا سيسيون توقفت سيسيون او اكسبيري، كيف نقول بالعربيه، يعني فقدت السيسيون، هنا تستطيع استعمال يعني اكسبشن او تقوم بعمل شيء معين او تعيد تحديث الانشاء او عند ستارت، يعني هناك الابلكيشن ستارت مثلا، هنا عند تشغيل الموقع ربما تقوم باشياء معينه. اذا هو خاص بالاعدادات الكليه للتطبيق، سنشاهدها ونستعملها في الاكسبشن، جيستيون ديكسبشن، عندما تعمل اكسبشن ترجع لك رساله خطا.
باكيج كونفيغ عندما تعمل نيو جيت وتضيف الكونفيغوراسيون، اي شيء يعني تضيفه في الريفرنس سيضعه هنا في الباكيج. اوكي هنا خاص باليو جيت يعني الامور الخاصه بالريفرنس. ثم الويب كونفيغ، وهذا ضروري جدا، ضروري جدا في اشياء كثيره يعني فيه خاصه الاوتوريزاسيون. هل المستعمل عنده لي دروا او عنده الحق لاستعمال الموقع؟ هل عنده حق لاستعمال الصفحه؟ عنده حق لاستعمال الريبرتوار او المجلد الذي هو فيه او الصور الموجوده في هذا المجلد المعين؟ كل هذا نضيفه هنا. الاتصال بقاعده البيان يعني الكونكشن سترينج، التايم اوت عندما يكون سرعه التشغيل او سيشن اوت او سي تايم اوت يعني عندما تكون عندك سيشن ربما تحدد مدة زمنية لتستغرقها هذه السيسيون ثم تحذف. الكثير كثير من الإعدادات في الويب كونفيغ. هو يعني نضيف أيضا كلي لكلي هنا، نضيف أيضا يعني بارامترات نضيفها في الإكسامل هنا، ونستطيع تغييرها من حين إلى آخر في عندما نريد ذلك، يعني مثل الفاريابل عوض أن نضعه في قاعدة بيانات أو شيء آخر نضعه في الويب كونفيغ ويكون هذا مجرد XML، يعني نستطيع تغييره في أي لحظة حتى والموقع يشتغل. يعني نتوقف هنا في الويب كونفيغ، آخر شيء هو الويب كونفيغ. والدرس القادم سنقوم بإضافة قاعدة البيانات هنا في الكونكشن سترينج، ونضيف الصفحة الأولى أو سنقوم بإضافتها حاليا الآن، أجوتي أو أد ونوفو إليمون، وهنا نختار ويب فورم وفورم ونضيف الصفحة الأولى هي دي فورم. كثير ما أخطأ ما بين الإنجليزية والفرنسية يعني. نعم هناك يعني المهم هذه الصفحة الأولى سميها Index Default ASPX، كما تلاحظون هنا اللاحقة هي ASPX. إذن الصفحة متكونة من الديزاين اللي هو عبارة عن ASP.NET، HTML عبارة عن HTML ممزوج مع مكونات ASP.NET، والسورس اللي هو هنا هذا الكوتي behind، وسنكمل إن شاء الله في الدرس القادم.